وزارة الصحة أعلنت امبارح خروج 800 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، عشان يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس ل 87,958 حالة. الوزارة وضحت أنه تم تسجيل 131 حالة إيجابية جديدة وضمن إجراءات الترصد والتقصي اللي بتقوم بيها الوزارة، ده بالإضافة لتسجيل 18 حالة وفاة جديدة، وبكده يكون إجمالي الوفيات من بداية الأزمة 5,733 حالة وفاة، وإجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر للمصابين بشكل كلي للفيروس لغاية امبارح وصل ل 101,000 حالة و772 حالة، من ضمنهم 87,958 تم شفائهم وخرجوا بالفعل من المستشفيات. ربنا يتمم شفاء الباقي على خير يا رب.